للشباب انا راح اعمل ريست هلا وفوت على حجر المشاه ويشوف كيف بياخذ بالسيخ العادي حجر المشاه. هلا هيدا الفراغ الوهمي بتبعوله مارق على حدوده قطعني فوق ولففني من الشرق واكس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 هذا حجر مشح انا فوق. هلا رح نرجع نعيد الحركة بسيخ المشح. وهلا رح نعمل ريست كمان قبل كل حركة مشان ما يكون في أي تأثير. هيدا سيخ المشح وضعناه، هيدا ريست لففنا وانا داخل. هذا حدود الفراغ المشاه. رجع لففني السيخ فوق المشاه واكس. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 وقف السيخ. وهلا هيدا ريست وراح نفوت بالسيخ المطور على المشاه. هلا عم فوت بالسيخ المطور على المشاه وارجو التدقيق بهي المرحله لانه هي الاهم. انا داخل هلا على منطقه المشاه، ما اخذ مشاه ليشوف شو بيعمل السيخ. لففني لففني ورجع نفر من المشاه واخذني باتجاه الجنوب. كمان لففني وأعادني من الجنوب باتجاه الشمال لنشوف شو هيدي الحركة. قطع حدود المشاة، أكس فوق المشاة وبلش يعد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 وقف وعطى 11 فوق المشاه. السبب كتير بسيط يا شباب ورح ارجع عد عن جديد. ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 عم بيعطيني ذهب. ليش؟ لأني أنا حاطط ذهب هون. هودي ذهب، هودي ذهب يا شباب. نرجع نعيدها ونشوف شو بيعمل. أنا داخل عن جديد على المشاة، قطع فوق المشاة والذهب ما أخذ شيء، لكن لففني، لففني وأخذني باتجاه الجنوب، رجع عادني باتجاه الشمال. من الجنوب إلى الشمال. أكس. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 رح نشوف إنه قديش هيدا السيخ دقيق. يعني حجر المشاع بالحد الادنى بيكون شي 30 لل 50 كيلو. وهودي الدهبيات بدنا نشوف شو وزنه. جرام اثنين جرامين وربع تقريبا وزن الدهبيات.
وراح احط الذهبيات كمان الذهب بجانب المشاة. راح احط الذهب بجانب المشاة لنشوف شو بيعمل. هاي بعادة متر تقريبا متر ونص على المشاة. يا رب. هلا انا بعيد عن وراح امرق بالوسط بمنتصف المنطقه للمشاة وللذهب. اتجه السيخ للذهب، راح امشي بالعكس كمان من الجهه المقابله وادخل صوري السيخ بالمنطقتين، ادخل بين المنطقتين لاشوف شو بيعمل السيخ. اتجه الى الذهب، ما اكس عليه، اتجه في جنوب، رجع جاني من الجنوب ولففني. فوق الذهب، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، ست، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11. وقف. وإن شاء الله في دروس قوية كتير يا شباب بخصوص عمل السيخ، هيدا مش عمله، لما ننطلق بيكون الموضوع كليا غير. والسلام. هلا يا شباب بالنسبة للأخ اللي سأل عن العقل الباطن، إنه داخل بالعقل الباطن هو عم بيشتغل فيه. إذا منتبهين أنا حاطط واضع هون تيوب صغير. تيوب صغير. هيدا التيوب هو بيقولوا له ميزان مائي او شيء، بتشيله من الميزان المائي. هلا بفرجيكم اياه. بحطه هون لسبب، اذا منتبهين للنقطه هي زيبق بيقولوا له او ميزان مائي. هلا هي على النص هيك على الوسط، اذا رفعت ايدي لفوق مثل ما بيقولوا يمكن بدخل بالعقل الباطن تطلع النقطه لقدامي لفوق، وحاطط لها اشاره حمراء لدل منتبه لها. هلا اذا كان وطيت ايدي هيك لازم نقطة تدل هون، لهالسبب حاططها. راجعوا الفيديو تبع الجهاز قبل بمرة عم بشتغل عليه، بتشوفوا انه هيدا التيوب محطوط، وراح فرجيكم هلا منين بيشيلوه. هيدا هو، هيدا هو بس دائما بينحط حتى للسيخ العادي، يعني السيخ العادي فيك تحطه تلزق له نتفة سيليكون وبتصير تنتبه على ايدك، يعني بس كيف عم تحركها تقوم تعليها او شيء. والسلام. بس هيدا كرمال العقل الباطني يا اخ، واهلا وسهلا فيكم.